يعني احنا مع دخول الدراسة مرة تانية، كل سنة وحضراتكم طيبين. كل أب وأم بيبقى همهم الأول إن هم يضمنوا وصول أولادهم أو أطفالهم للمدارس بسلام وأمان. بيبقى في العديد من الطرق بالتأكيد، لكن علشان انتشر بشكل كبير جدا مؤخرا، علشان الشغل وعلشان الظروف وعلشان المشاوير وإلى يعني حاجات كتير جدا، إن طبعا بيبقى الوسيلة الأأمن والأسرع إن هم يروحوا بأتوبيس المدرسة. ده وضع طبيعي جدا، لكن في فترة من الفترات للأسف كنا بنشهد حوادث مؤسفة ومؤلمة جدا جدا من أتوبيسات أو الحافلات المدرسية، وبيروح نتيجتها ضحايا أطفال، علشان طبعا ان بعض السائقين غير المسؤولين وغير الامناء على ارواح الاطفال اللي معاهم، كانوا بيتعاطوا انواع مختلفه من المخدرات. علشان كده دايما بنلاقي في الوقت بتاع دخول المدارس، هو الحملات بتبقى مستمره بشكل طبيعي طول السنه، لكن دايما مع دخول المدارس صندوق مكافحه وعلاج الادمان والتعاطي برئاسه الدكتوره نيفين القباج وزيره التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس اداره الصندوق، في الوقت ده بيبقى فيه تكثيف كبير جدا او حملات مكثفه للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة بين سائقي الحافلات المدرسية. ده بيتم الكشف على كل سائقي الحافلات المدرسية بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية، واللي لا سمح الله طبعا بيثبت بعد كده تعاطي للمواد المخدرة بيتم اتخاذ إجراءات رادعة وأحالته بالتأكيد للنيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر. أكيد جهود كبيرة جدا جدا بيعملها صندوق مكافحة وعلاج المخدرات في الملف ده، وبنلاقي النتائج الحمد لله كلها نتائج مبشرة، وبتخلينا نحس بالأمان أكتر على أولادنا وهم في طريق المدرسة. يعني نتكلم مثلا إن إحنا وصلنا دلوقتي إلى نسبة تقريبا 8% من السائقين لغايه دلوقتي اللي ممكن يكونوا في يعني حاله ان هم بياخدوا اي نوع من انواع المخدرات. 2017 كنا بنتكلم في 8% او 12%، يعني دلوقتي 8%. 2017 كانوا 12%، فشايفين ان فعلا في فرق كبير في الاعداد. فده طبعا بالتاكيد نتيجه الجهود المكثفه اللي بيعملها دايما الصندوق في مكافحه وعلاج الادمان، سواء بقى كان سائق الحافلات او الموظفين في الجهاز الاداري للدوله، وده هنتكلم عليه بالتفصيل النهارده ونبرز جهود هذا الصندوق من خلال قراءه الصحف ان شاء الله.